الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري امبارح فتح قنوات اتصال مع عدد من المدربين كإبداء موافقة لحين أن مجلس الإدارة ياخد قرار. عدد كبير جدا اعتذر للموقف اللي الاتحاد السكندري فيه. أنا امبارح قلت أتمنى وجود كابتن محمد عمر في التوقيت ده. أنا امبارح قلت على الهوا كده. مجلس إدارة الاتحاد السكندري النهاردة برئاسة الأستاذ محمد مصلحي أخذ قرار بوجود الكابتن محمد عمر. محمد عمر مع احتفاظ بالألقاب طبعا وقيمته وقامته الكبيرة جدا جدا جدا، راجل مش بتاع طلبات، راجل ولا بتاع إعلام ولا بتاع مناصب ولا بتاع حاجة خالص، هو راجل بيحب الاتحاد السكندري، راجل بتاع شغل، راجل سي فيه مليان جدا. بس الحقيقة هو طول عمره في سكك مش موجودة عنده، فدايما دايما ببقى نفسي إن كابتن محمد عمر ياخد فرصة كبيرة قوية، فرصة كبيرة قوية يقدم بيها طموحاته ويقدم بيها اللي في نفسه، لأن هو راجل يعني إعلاميا مقل جدا، مش يعني ما بيبروس نفسه، ما بيعملش، رغم أنه هو الحقيقة فنيا من أفضل الناس اللي موجودة في مصر. دي شهادة حق ليه والله، مش لحاجة ولا قصة ولا حاجة. هو الراجل ضحى كتير، واحد من الناس اللي ضحوا كتير عشان الاتحاد السكندري. واختيار محمد مصلحي للكابتن محمد عمر أو الأستاذ محمد مصلحي للكابتن محمد عمر هو اختيار موفق في التوقيت ده، لأن ما يطلعش دلوقتي الاتحاد السكندري من أزماته غير أحد أبنائه، ومش أي حد، ومش أي حد، حد يكون بيحب قصة بجد. عايز أقول لكم سر برضو مهم جدا. كابتن محمد عمر ده حالة خاصة جدا جدا، يعني راجل غريب وعجيب، ربنا يا رب يديله الصحة. إما مشي أول مرة من نادي الاتحاد السكندري، إما مشي من الاتحاد السكندري، ما في مرة ولا في موقف ولا في فاصل. إحنا في الاستوديوهات عايشين مع بعض، والراجل بتشرف إن أنا أكون معاه يعني أكتر مرات كتير جدا، لا في مرة تجاوز في الاتحاد ولا بص الاتحاد ولعبته، ولا في مرة اتكلم من ورا الكاميرا زي قدامها، ولا في مرة تجاوز في الأستاذ محمد مصلحي نفسه رغم إن هو كان موجود ومشي. ولكن هو ما في مرة غير يقول لك الأستاذ محمد مصلحي أخويا داعم بشكل كبير، حتى ما يجي برنامج يقعد يتكلم نص الحلقة على الاتحاد السكندري زي ما يكون بيتكلم على بيته بجد. فإن شاء الله بإذن الله تبقى تجربة ناجحة وتجربة رائعة. كابتن محمد عمر مساء الخير. كل ده يا كابتن سيف، مساء النور يا حبيب قلبي، ربنا يبارك لك. والله يا كابتن حقك وتستاهل كل خير والله من قلبي يعني. شكر جدا يا كابتن سيف، وانت اخ عزيز وحبيب، وانت عارف معزتك عندي والله. ربنا يخليك كابتن. يعني انا دايما اختلف معاك واقول لك يا كابتن قبل ما تروح اخر رجلك، اعمل عقد، طول المده، اطلب فلوس. عارف ان كل الاسئله دي هتقول لي ولا مش موجوده اصلا. تمام، واصل ما ينفعش انا اعمل عقد او اشرط على النادي اللي انا تربيت فيه يا كابتن سيف. انا 50 سنه في نادي الاتحاد. لولا نادي الاتحاد والله ما شعارات ما كنا احنا خالص يعني. ده دي مقولة انا مقتنع بيها وهفضل مقتنع بيها. نادي الاتحاد له فضل فعلا علينا كلنا. قد يجوز الكلام ده متكرر من ناس كتيرة، لكن ده اللي جوايا وده الواقع اللي احنا عايشينه كأولاد نادي الاتحاد. هل يا كابتن اتفاقك مع الاستاذ محمد مصلحي ان انت هتخرج ان شاء الله الاتحاد من الموقف اللي هو فيه ثم تبقى موجود معاه الموسم اللي جاي؟ طيب، هو استاذ محمد يعني قعد معايا الحقيقه النهارده واتكلمنا في امور كتيره جدا. انا يا كابتن سيف كان ليا تخطيط للفتره اللي جايه. بالنسبه لي انا كنت عاوز اخد النواحي الاداريه كمدير مثلا رياضي للنادي وكده، فانا كنت مخطط لنفسي كده على اساس انا موجود في قناه اون تايم سبورتس ومجلس النواب، فدي ممكن تتعارض شويه مع حته التدريب. التدريب انت عارف يومي ومحتاج شغل مستمر يعني. تمام. فهو كان رغبة الأستاذ محمد مصلحي إن أنا أكمل وأكمل الموسم اللي جاي، فأنا قلت له مبدئيا خلاص أنا مش هأخر لك كلام، وخاصة إن دي رغبة جماهيرية كمان، وأنا بشكرهم الحقيقة على مشاعرهم الفياضة الحقيقة يعني تجاهنا. فقلت له خلاص خلينا ناخد الأمور واحدة واحدة، نعدي إن شاء الله بس الموقف اللي إحنا فيه، وبعد كده الأمور تبقى سهلة لما نفكر وإحنا مستريحين، عكس لما نبقى متوترين يعني. فهي الرغبة موجودة عند الأستاذ محمد مصلح يبقى في استمرارية للموسم اللي جاي. أنا قلت له خلينا بس نكمل الخمس ماتشات وبعد كده نبقى نتكلم ولينا حديث تاني يعني. طيب، السؤال برضه يا كابتن كل جمهور الاتحاد بيسأله وكل مصر بتسأله،
محمد مصلحي عمره الحقيقة ما بخل على الاتحاد السكندري، لا في صفقات ولا في تحضير ولا في أي شيء. ومصلحي واحد من الناس المحترمة جدا جدا اللي قاعد على الكرسي، والكرسي دايما مش فارق معاه، يعني هو مش رئيس نادي، عمل المأوية بتاعت الاتحاد وظهره بظهور كويس جدا، بيقدم كل حاجة للاتحاد وبيقدم الصفقات والاستقرار المادي، ودايما النتائج ملخبطة، يعني دايما التوفيق مش حاضر، ليه؟ بس كابتن سيف انا هلخص لك الموضوع في كلمتين وقلتهم قبل كده. يا بخت المدير الفني اللي يشتغل مع الاستاذ محمد مصلحي، وعن تجربه راجل بيوفر لك كل حاجه، بيهيئ لك كل الاجواء المناسبه للنجاح. ايوه النتائج بقى كابتن مالها؟ انا يعني هي منظومه، اداره، لاعبين، جهاز فني. الإدارة بتقوم بشغلها تماما، بتوفر لك كل حاجة. إذا الموضوع هنا يخص اللاعبين والجهاز الفني. أكيد في حاجة غلط، في عدم توفيق، دي أمور كلها واردة في كرة القدم، لكن الحكاية طولت قوي مع نادي الاتحاد، لأن أكثر من موسم الأمور الفنية غير مستقرة. وملهاش سبب الحقيقة. ملهاش سبب. طيب الكابتن عماد النحاس امبارح قال إن الاتحاد فيه مشكلة، إن اللعيبة اللي فيه يعني التيشيرت تقيل عليهم. فواضح ان هو ما عندوش القماشه اللي اتحركوا. طبعا انا عارف التصريح ده هيبقى الرد صعب في التوقيت ده لحضرتك. لا، هي وجهه نظر، قد يكون كلامه صح او يكون كلامه مش صح، يعني هي دي وجهه نظر بحكم ان 10 لعيبه. انا محتاج ابقى موجود مع اللعيبه فتره عشان اقدر احكم على امكانياتهم، لكن الحاجه المؤكده يا كابتن سيف، انا تقريبا نص اللعيبه اللي موجوده دي كنت مدربهم من سنتين وانا ماسك نادي الاتحاد السكندري، وبالتالي انا عارف امكانياتهم وبثق فيها تماما. ممكن يبقى في تقييم لبعض اللاعبين التانيين اللي هم الجدد، لكن من خلال تحليلنا للمباريات في القناه يا كابتن سيف، انا شايف النادي الاتحاد عنده عناصر جيده جدا، يمكن محتاجه بعض الشغل الجماعي، قد يجوز محتاجة بعض الأمور دي هنكتشفها في الفترة اللي جاية، لأن أنا من المفترض بكرة والجهاز إن شاء الله الجديد هيكون موجود معايا، يعني الكابتن محمد نور مدرب عام، يوسف حمدي مدرب، عصام ربيع مدرب، كابتن مجدي بلول مدرب حراس مرمى، وكلهم كانوا تابعة النادي الاتحاد السكندري أو أولاد النادي يعني. فهنبدأ تدريب بكرة إن شاء الله، أول تدريبة يعني دي اللي هتبقى يعني التدريبه الوحيده، وبعد كده نسافر على الاسماعيليه ان شاء الله. ارجو ان شاء الله ان ربنا يوفقنا، وبعد كده يبقى لينا كلام ونقدر نحكم على اللعيبه بشكل اوقع وهكذا يعني، ونرفع تقريرنا لمجلس الاداره في نهايه الموت ان شاء الله. هل الاتحاد ممكن التجربه دي في الايام القليله الماضيه تكون سبب لرجوع حضرتك للتدريب في السنوات القادمه؟ قولا واحدا لا يا كابتن سيدي. انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه راسم لنفسي خط يتناسب مع طبيعه الشغل اللي انا موجود فيه. ده بعيد، لكن في النهايه في متغيرات في حياتنا يا كابتن سيف. ممكن حاجه جديده تظهر، ممكن بعض الامور تختلف وهكذا، لكن انا الخط اللي انا كنت واخده ان انا اخش في النواحي الاداريه اللي اخدم بيها النادي بتاعي برضه من خلال اي منصب اداري يعني. بصراحه كابتن انت تستاهل كل خير يعني، بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تكون تجربه ناجحه تبني فيها ان شاء الله باذن الله، والموسم الجاي يعني تكون حضرتك موجود او تبني مع الاستاذ محمد مصلحي للي جاي، ربنا يوفقك ان شاء الله. شاكر جدا يا كابتن سيف، وده ناديه في النهايه انا بخدم في اي موقع، ما بتفرقش معايا المناصب يعني. اتمنى لك كل التوفيق يا سياده النايب، بشكرك. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا كابتن محمد عمر، واحد الحقيقه من الشخصيات المحترمه جدا، بكن لها كل احترام. سعيد جدا باختيار الاستاذ محمد مصلحي.